السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو سوف نقوم بشرح منصة استثمارية ديال تعدين التير اكس. أول حاجة يجب علينا شرح طريقة التسجيل والإيداع في الموقع والعمل كذلك. أول شيء عندنا اللي هو يوزر نيم، باسورد، إعادة كلمة المرور، باسورد ديال ويدرو، كود ريفيلر، وكابتشا اللي هي فيريفيكاسيون اونتري هاد الكود هذا. انا لدي حساب الان في الموقع. لوغين. واجهة الموقع يعطينا لا يعطينا اي تير اكس في الواجهة، في عندما نقوم بالدخول لا يعطينا اي تير اكس. لدينا هنا 100 تير اكس مينيمو، اللي هي 10 تير اكس اللي يمكنك انك ديبوزي، و توتال ايرنينغ في اليوم اللي هي 2%. اوكي اخوان، هنا فور اكزامبل اندرو شارج 1000 تير اكس، هذه التيم ديالك تقدر تربح عليها واحد البورسونتاج اللي هو مزيان. المهم كاع كلشي الاخوان واضح عندكم. هنايا حنا عندنا في اي بي اللي هو واحد غادي نديرو له دابا شوبيوه قدامكم الاخوان. عندنا ويدراو ديبوزي تيم داونلود ابليكاسيون، هنا شير كود بار، ولدينا هنا لانفيت هنا اللي هي الار بي و سي 15% في الار و بي 5% و سي 3%. هنا لدينا المنصة والواجهة، هنا ممبر اللي هي كم من شخص قام بالدخول الى الموقع، وكم عدد التير اكس التي تم ايداعها في الموقع، وهنا البارتنر الناس اللي منخرطين في هذا الموقع. اوكي الاخوان، لدينا هنا اللغه سوف نتركها لونجلي، وهنا المينر، هنا في اي بي اللي هي ليفل 1 ابتداء من 10 تير اكس الى 5000 تير اكس. نحن سوف نقوم الان بايداع 50 تير اكس، سوف نقوم بالربح عليها 2%. ولدينا هنا في اي بي 2 ابتداء من 2000 تير اكس الى 50000 تير اكس، وحتى الى اخر الفي اي بي. سوف نذهب الان الى عمل شحن. اوكي، نقوم بالذهاب الى تير اكس بسيط نيكست، سوف نقوم بارسال 50 تير اكس. اوكي، تم ارسال 50 تير اكس يا اخوان. سوف نذهب الان الى الموقع لكي ننتظر حتى يتم احتساب التير اكس. من بعد الاخوان ما وصلتنا ديبوزيت، سوف نذهب الى الواجهة الفي اي بي، هذه الواجهة مشروحة. هنا سوف نقوم بعمل 50 تير اكس submit، ومن هنا سوف نذهب browse detail preview. الان سوف نكون قد سوف نقوم ب withdraw 1 تير اكس. سوف نذهب الى withdraw، نذهب الى المحفظه لكي نقوم بجلب العنوان، ايقاف الفيديو لعمل باسورد، سبميت. هنا كل شيء موضح، وهنا لدينا تيم ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، ديتايل ديال كل حاجه عاد كنلقاها هنايا. بروفيل عندنا المينر، هذه اللي احنا شرحناها الشباب،
هادي ديالنا الاخوه اللي عندنا حنايا، وهنا كاين سيبور الشباب اللي بغيتي انك تواصل مع سيبور في التليجرام. اوكي انفيست شير كود بار كوبي كود، عندنا المين، غادي نمشيو نشوفو واش تم سحب واحد دير اكس. اوكي يجب ازالة هيد، اي تم سحب 0.95 دير اكس على الساعة 6:23. المهم هذه الواجهة مشروحة انفيست فيرونس ريكورد 50 دير اكس بروفيت لي واحد انتيم. وهنا لدينا انفيست فينانس لي من اكونت الرئيسي الى اكونت العمل تيم ديالنا. انونسمنت لي هي موجود فيها جميع المعلومات على الموقع. اباوت في اي بي رقم 2.5% 3.3% 3.5 كل هذا كطلع الاخوان البورسنتاج ديال الربح ديالك. المهم الشباب كل شيء موضح في هذا الفيديو، اتمنى لكم يوم سعيد ونهاركم سعيد. اديوس، تهلاو.